خلوني ارحب بزميلي العزيز الكابتن هاني رمزي مساء الخير عليك يا النور نور كابتن برحب بيكي طبعا أوه. وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي وكل من يشاهد قناه النادي الاهلي في كل مكان بنقول مبروك طبعا للمنتخب المصري النهارده يعني حقق شوط رائع شوط اكتر من رائع على المستوى الفني على مستوى التهديف على مستوى الفرص المصنوعه وخلينا نقول طبيعي جدا جدا ان المنتخب مصر يفوز على جزر القمر لما يكون منتخبنا بهذه الصوره بهذا الاداء بهذا الاصرار اكيد النتيجه بتفرحنا والاداء كمان خاصه الشوط الاولاني يمكن الشوط الثاني يعني كان في بعض التساؤلات وعلامات الاستفهام لكن اجماليا خلينا نتكلم بكل امان لما بنكون في اداء وحش امام منتخب كينيا بنطلع وننتقد وبنقول ارائنا ومش ارائنا احنا بس اراء حضراتكم كمان النهارده يمكن الكابتن حسام البدري بدا المباراه بشكل مختلف بدا المباراه بالضغط العالي بدا المباراه بالاستحواذ بدا المباراه بفرض شخصيه منتخب مصر على فريق جزر القمر اجماليا خلينا نتكلم بكل امانه اجماليا مشوار تصفيات امم افريقيا اكيد مصر بتتصدر المجموعه وده شيء جيد جدا وده نتيجه برضو للفرق المجموعه ده شيء طبيعي خلينا نتكلم بكل امانه ان شيء طبيعي ان مصر تتصدر هذه المجموعه لكن اجماليا لازم كمان نتكلم بكل امانه ان اداء مستوى منتخب مصر خلال هذه التصفيات لازم يكون في بعض التغييرات في بعض يعني بعض الامور الايجابيه لازم تكون متواجده بشكل اكبر كلنا ثقه في الكابتن حسام البدري انه عنده القدره وعنده الخبرات اللي بتاهله ان هذه علامات الاستفهام في الاداء خلال المشوار ككل ان شاء الله لازم باذن الله في مشوار تصفيات كاس العالم اللي هيبدا في شهر 6 لازم كل الامور دي تكون اتحلت مباراه النهارده ادت الكابتن حسام البدري ايجابيات كتيره جدا زي ما قالت سهام هنتكلم عليها بالتفصيل حلقتنا النهارده فيها اخبار كتير اكيد طب هنتابع زي ما قلت لحضراتكم منتخبنا بتفصيل فني كامل وكمان ان شاء الله بنتابع فريقنا فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله بعد بكره زي ما حضراتكم عارفين هيتوجه الى الخرطوم لاداء مباراه المريخ في مباراه كمان مهمه جدا جدا على مستوى المشوار الافريقي. في الفقره الحواريه الاولى هيكون معانا الناقد الكبير الاستاذ محمد الاؤسي هنتكلم على مشوار المنتخب كل كمان هنركز اكيد على مباراه النهارده لكن ما يخرج به الكابتن حسام البدري وجهازه الفني من اداء تصفيات امم افريقيا بالكامل علشان نتفادى هذه الاخطاء في المشوار لكاس العالم باذن الله